طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. ديليت البوينت دي خالص ماشي، وهبدا اعمل بوينت تانية كده هنا ماشي، وهبدا اجيب اللي هو بيحركها ده، انا عايز اشيل البوينت نفسها تتحرك معايا كده بالمنظر ده بالسهم كده كويس، وهجيب الايه البوينت بتاعتي كده، خلينا نجيبها بس على النقطه دي ماشي، نرجع ده مكانه خلاص كده. الرسمه بتاعتي ايه اترسمت، البين دول انا رسمت دي حطيتها هنا وجيت حطيت دي هنا وهحط دي هنا تمام، والبوينت دي كده وهقفل دي كده سليم، او ان انا عندي شيب واعمل كونفرت او كاستمايزيشن للشيب نفسه اغير شكل الشيب، او ان انا اجيب الشيب نفسه واحوله لير واقص منه، كل ده شغال. انا عايز كده برضه يعني، انا عايز اوضح حاجه، عايز امتى استخدم الموقف، امتى استخدم ده يعني كل حاجه برضه. ايوه احنا بنتعمل بالطريقه دي ودي بتعمل بالطريقه دي، عايز اوصف يعني اقول ان دي تنفع في المكان الفلاني ده كل حاجه صح. احنا كل اللي بنعمله ده دي طرق مختلفه، وانت لما تيجي تشتغل بتشوف ايه اللي ينفع معاك وتشتغل. حته الرسم الصغيره دي اللي احنا نقف عليها بس يعني. ندي ليها اكتر من طريقه يعني. لكن في التكست في الترتيب في البتاع بنعدي مفيش مشكله. فانت هنا في انك تجيب الشيب تعمله مثلا تقصه، او انت ترسمه بالبين تول، او انت تجيب الشيب نفسه تعدل فيه. فانت كده وانا اصلا ممكن ارسمه بالوضع اللي هو تحت ده؟ طب ما احنا رسمناه اهو. واعمل له شيفت كليك يمين واقول له ميك سيلكشن خلاص اوكي بقى سيلكت. اعمل له فيه بقى للون عادي جدا، هو عامل لاير وخلاص. ففي الحاله دي انا مش محتاج البين تول اصلا بقى، مش محتاج بين تول، انا هروح اجيب السيلكت على طول دايركت وهعمل نيو لاير كده، واقوم حاطط البوينت بتاعتي هنا وهنا نفس الرسمه اللي انا عايزها بالسيلكت العادي اهو، وهقفل السيلكت بتاعي واعمل بقى شيفت اف 5 وقفلت. شيفت اف 5 ايه؟ ثواني حاضر. بس انت وانت شغال انا بقى اشرح لك بديك اكتر طريق توصل بيه اللي انت عايزه، عشان بس يبقى عندك حرفه وانت شغال، مش العمليه راح احفظها هات كذا واعمل كذا، خد اكتر من طريقه، دايما ما تبقاش واقف يعني، دايما تبقى كل حاجه عندك اكتر من فكره. مش حاجه ما تنفعش، انا قلت لك قبل كده ان مفيش حاجه ما تنفعش، كله شغال كله بينفع. هي كل الموضوع ان الفيديو ده بيتسجل كارشيف، فانت لما تيجي تشتغل هتسمع الفيديو المره دي هتاخد الطريقه دي، المره دي هتاخد الطريقه دي، تلاقي نفسك بدات تطور نفسك بتشتغل تنتج معاك الطريقه نفسها. طيب نرجع تاني بس طيب انا قلت الطريقه الثانيه ان انا هستخدم البين تول في ان انا اعمله، فانا بجيب الشيب برسمه مثلا كده، مش بس انا اخدت حاجه غلط، الشيب كويس، قلت ان انا باخد الشيب برسمه، رسمت الشيب بتاعي بس انا اغير لونه، هبدا اتحكم في المحاور بتاعه الشيب، فبجيب البين تول من هنا كويس، مش انا هلغي البوينت دي على طول كده، هبدا اعمل اد لبوينت جديده مثلا وليكن في المكان ده، وهبدا بايه بالسهم بتاع لوحه المفاتيح كده احرك البوينت بتاعتي اللي انا رسمتها، وهاجي بس هنا في اغير بقى ده خالص، اجيب اللي هو الكونفرت بوينت واديها نقرتين كده عليها عشان تعدل ايه المحاور بتاعتها. خلاص كده الرسمه بتاعتي خلصت، الشيب بتاعي كشيب فضل معايا شيب زي ما هو، اقدر بعد كده اعدل فيه كويس، ودي فايده البين تول يعني، ممكن بعد كده عايز اظبط الزاويه دي اقدر فاهم يعني، اللي اترسمت بالفيل او بالسلكت او الشيب اللي اتقص خلاص هي جامده، لكن دي لا، انا ممكن مثلا بعد رسمتها فوق لاحظت مثلا كده، خلينا نرجع كنترول واحد، لاحظت ان مثلا انا عايز اوسع الزاويه دي شويه، خلاص ما ينفعش، انا لازم ارسمها تاني، لكن هنا العمليه لسه معايا انا اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز فاهم، واقدر انتج منها اكتر من شكل يعني، الموضوع هنا فيه لسه الشيب لسه شيب يعني، اقدر اتحكم في البوينتس بتاعته
تمام بالشكل ده. طيب قلت الطريقه طبعا خلاص دي كده خلصت. قلت الطريقه الثالثه ان انا اجيب بقى اللي هو الفري بين نفسه وابدا اجيب بس الجريد كده وارسم ايه الشيب بتاعي عادي خالص. واضح؟ رسمت الشيب بروح اعمل ايه؟ نيو لاير، باجي عليه كليك يمين مثلا واقول له ايه؟ في الباث على طول مفيش مشكله زي شفت اف 5 بس دايركت يعني، مثلا خليه لي وايت اوكي خلاص خلص الموضوع اهو ولازال شيب زي ما هو. اه لازال شيب. قلت ميك سيلكشن بقى دخلت حولت الموضوع لموضوع السيلكشن التاني اللي هو ما ينفعش ايه ان انا ارجع عليه كشيب تاني. كويس؟ تفضل كشيب يعني. طيب الموضوع الجديد الاخير خالص بقى ان انا بالفري دي بالسلكت اللي هو العادي هرسم الشيب بتاعي برضو عادي كده اهو. جميل. وبعدين اقوم عامل نيو لاير شفت اف 5 واعمل ايه فيل كنترول دي ولا الكلام. الحته بتاعت الرسم مهمه في ان انت تبقى دايما عندك جديد يعني اتعلمنا قبل كده ازاي نرسم الباتونز بتاعت المنيو باكتر من طريقه. النهارده قابلتنا بوتون جديد خالص يعني بس شيب صغير كده فوق ده بشكل جمالي مش هيكلفك حاجه بس جديد يعني ما تبقاش شغلك متكرر. مش انا عرفت ارسم القايمه في شيب خلاص افضل طول عمري في الشيب ده او في البوتوم يبقى في البوتوم ده دايما اكون عندي جديد يعني. واستغل بقى موضوع الافكار ان انا زي انتج فكره يعني اطلع جديد يعني. ماشي. طب احنا مش هندري معانا طبعا الشيب نفسه عامل ازاي فنقدر بقى نلغي الكلام ده كله. بس احط الاوتو سيلكت ونحدد دول كلهم كده خلاص على الديليت مش عايزهم. كمان ريكتانجلر ده ديليت كنترول واحد ماشي. كتدريب هيكفيني ده وضح الغرض وانا عرفت ازاي ان انا ارسمه. هعمل منه كنترول جي وهنقله. انا تقريبا حذفت اللي انا كنت منه اه تمام. هاجي على ده خلاص ده تمام كده. بس هغير اللون بتاعه وعرفت اغير اللون ازاي. قلت بقى يقف على ايه من قائمة سيلكت وبعمل لود سيلكشن فبيقوم عامل تحديد لللير بتاعتي شيفت اف 5 عادي جدا واقدر اخد كلر من هنا واختار الكلر اللي انا عايزه. ماشي. كنترول دي وقفلت. طبعا انا فاهم بقى ازاي ان انا اكرر الموضوع ده. كنترول تي بس كده تمام. ماشي. كنترول جي وهبدا انقلها. ماشي. عايز ان انا اكبرها شويه فريد ترانسفورميشن عادي. هرجع لدي تاني لان جايه صغيره. كنترول جي وانقلها بالشكل ده. بعد ما خلاص خلصت الشيب اللي هو موجود فوق القايمه بس في عندي هنا جراديانت صغير معمول فين في الجزء بتاع القايمه نفسه معمول جراديانت واضح قوي من هنا تمام لون فاتح طالع على الاسود. طيب انا بس هاخد درجه الكالر الموجود هنا الانسبكتور كده على طول. ماشي. هي موجودة مع شفاف لأن الخلفية هي واحدة. هرجع ممكن أخلي الفور جراوند بتاعي ده هو نفس الدرجة اللي أنا جبتها. جميل. ده إيه ده؟ فأنا خلاص أخدتها خليتها الفور جراوند عندي. هقوم جاي جايب شيب تاني عادي خالص. كويس. الـ H بتاعتي. ممكن أرسم الشيب ده بقى إيه تحت القايمة كلها مش مشكلة لأن هو الجرادينت واحد ماشي تحت القايمة. تقريبا على اخر واحد كده. كويس كده الشيب بتاعي ايه اصبح موجود تحت القايمه. الاوتو سيلكت شغال. ماشي. ده كنترول تي اظبطه كده مع الدنيا يعني. كويس. هدخل بقى على الشيب اجيب الاف اكس بتاعته واعمل له جراديانت اوفرلاي. قلت في الجراديانت اوفرلاي لما بفتح هنا بلاقي هو حاجز لي مكانين للون بتوعي ده اللون الفور جراوند والباك جراوند وده بس اللون ايه الفور جراوند بتاعي.
مع الايه مع كده المنظر ده. انا خلاص اقول اوكي ترانسبيرنت يبدأ. رسمت الشيب بالصعوبة الشيب تحدده اللي هو شيب 5 ده. خلاص بعد ما رسمت الشيب تحت المنيو قلت اعمل له اف اكس كده واقوم واخد الجراديانت اوفرلاي وهناخد اللون ده اللي هو الاثنين مع بعض. الدرجة اللي عندنا اللي هي ايه افتحه تاني معلش الدرجة دي اللي هي الغامقة احنا نعكسهم كويس. خلينا نقول له اوكي ونعمل له ريفرس هنا ارجع لي تاني. اللي فوق غامقة اللي فوق دي اللي هي نفس ايه نفس الدرجة اللي تحت بحيث ان هي تبقى جاية على فراغ. والدرجة دي اغمق من كده اللي احنا كنا جبناها من هناك كنا عملنا كنترول في. لا احنا نرجع نجيبها تاني معلش خلنا غلط الانسبكتور اللي هي ايه الدرجة دي. خلاص قابض نقدر نعمل لها كنترول في هنا يا كده ناقص كده كام واحد ستة اه مظبوط اوكي كده نفس الجراديانت اللي هناك بالظبط خد بالك نفس الدرجه من من الارضيه واللون ده. شوف هنا نفس الجراديانت تمام. انا كده رسمت الشيء بتاعي ورسمت الجراديانت اللي تحت المنيو بس هرمي ده كده شويه